رأسها الصورة كما ترين، هذه ساحة ناسيون، ساحة الأمة. المظاهرة نظريا انتهت منذ أكثر من ساعة تقريبا، لكن المتظاهرين مصممون على البقاء لرفع صوتهم، مطالبين طبعا بوقف الحرب، بضرورة وقف الحرب والإبادة. لكن أيضا وللتناقض، منذ ساعات قليلة كنا في قصر الإليزي ونقلنا مشهدا آخر، وربما هذا يعكس الهوة بين هذا الشارع المطالب بمحاسبة المجرمين ووقف الحرب، وبين الإليزي المتردد والذي يطلق عبارات ربما خجولة في هذا الملف. الرئيس إيمانويل ماكرون طبعا كان قد استقبل الرئيس جو بايدن في زيارة رسمية، زيارة دولة رسمية تستمر ليومين، والحدث لم يغب عن هذه المظاهرة. كانت هناك شعارات كبيرة ضد هذه الزيارة محملين الرئيس إيمانويل ماكرون جزءا مما يحدث بصمته، ومحملين الرئيس جو بايدن أيضا بالمسؤولية عما يحدث في غزة. إذن الأجواء طبعا، زيارة الرئيس جو بايدن، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم تغب عن هذه المظاهرة. أيضا التصريحات التي خصت غزة كانت أيضا تندد. أيضا الرئيس إيمانويل ماكرون كان قد قال أنه يدعم وقف الحرب، لكنه أولا وفي بادئ الأمر هنأ بإسرائيل وقال أننا نهنئ أنفسنا بإطلاق أو بتحرير إسرائيل للأسرى. إذن الجانب أيضا الشعبي هنا أيضا ينتقد الرئيس إيمانويل ماكرون باستخدام أوراق دبلوماسية وأحداث دبلوماسية لأغراض انتخابية، خاصة وأننا عاشية الانتخابات الأوروبية التي تنطلق غدا ليوم واحد. وأيضا دعا المتظاهرون طبعا هنا، الحاضرون هنا، إلى التوجه نحو قوائم اليسار التي تدعم وبدون تردد تدعم أو ترفض الحرب على غزة. إذن الشارع الفرنسي خاصة وكما نرى بغالبيته من الشباب والطلبة وكل طبعا طبقات المجتمع الفرنسي، النسيج المجتمع الفرنسي باستثناء اليمين واليمين المتطرف طبعا، تنادي بوقف الحرب، تنادي أيضا الرئيس الفرنسي بتحمل مسؤولياته التاريخية، وأن على فرنسا دورا تاريخيا يجب أن تلعبه في المنطقة. أيضا كانت هناك مطالبات بالوقف الفوري لكل التعاملات العسكرية والتبادلات العسكرية بين فرنسا وإسرائيل، وهذا طبعا مطلب متجدد. وأيضا كانت هناك مطالبة برفض أو منع إسرائيل من المشاركة في الألعاب الأولمبية المزمع إجراؤها في باريس، كما سمعنا أيضا مطالبات حثيثة عن ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين من جانب واحد على غرار دول أوروبية أخرى كإسبانيا وأيضا عدة دول التي اتخذت هذا الاتجاه. لكن طبعا الرئيس إيمانويل ماكرون يبدو أنه متردد في هذا الشأن، قال أنه ليس من التابوهات لكن الوقت غير مناسب. أيضا كانت هناك لافتات وشعارات وأغاني رددت أمريكية طبعا لاستقبال الرئيس إيمانويل ماكرون. أيضا موكب الرئيس إيمانويل ماكرون اعترض من قبل بعض، أو على الأقل شابة رفعت العلم الفلسطيني خلال هذا الموكب، وطبعا الشرطة أوقفت الشابة، وربما هذا يعكس جانبا من فهم هذا الشارع لضرورة أو لحجم دور أو دور الولايات المتحدة والقادة الغربيين فيما يحدث في غزة.